أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أمسح على الحذاء الذي على الحذاء؟ على إيش؟ الحذاء. الحذاء نعم. الذي لا يغطي الكعب وتحته شراب؟ إيه، إذا كان الشراب ساترا فلا بأس تمسح بنية الشراب، وهذا إنما هو تلبسه لأجل وقاية الرجل عن الأرض وعن الحصى، لا بأس. نعم، لكن يكون المسح على الشراب. نعم.